روشر. شكرا كريم احمد، يعني بوش سمح، وش سمح. اه والله انا كريم احمد كان بيلعب معايا في فريق النادي الاهلي تحت 15 سنه بجد؟ والله 15 و16 و17 كان مدافع مميز جدا بجد والله، وكان شعره ما شاء الله، بس ما اعرفش شعره راح فين. عامل التعريه زي عامل التعريه. كريم احمد شكرا كريم، وش سمح بجد يعني. يعني الناس اللي هي كانت متفائل لا تبص لها ترتاح، في ناس ترتاح كده. طيب وانا كمان لما ببص برتاح كده، ومراسل كمان يعني على زي ما اسامه قال، يعني راجل لعيب كوره، يعني راجل كمان فنيا بيقدر يوصل المعلومه بشكل طيب نكمل في الفنيات. اولا يعني قالوا لنا من خلال مراسلنا يعني كريم، ومن خلال اتصالاتنا هناك بالفريق، ان عمرو السوليه شد في الضمه، شد عمرو السوليه طيب ماسك ماسك الضمه في الضمه، وكمان عند حسام عاشور كدمه في الظهر، دي ما فيش مشكله، دي يومين هتلاقيها زرقاء شويه وهتبقى وهتلاقيها ما فيش مشكله ان شاء الله الرحمن. لكن عايزين نطمن كمان على علي معلول، لان اكرم توفيق ذكره من ضمن الناس اللي كانت بتعاني في الماتش، فعايزين نطمن عليه. لكن نروح طبعا لعريس